السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. اليوم بغيت ندير لكم لي كوكي، كنت درتهم البارح لولادي وعجبتهم، دونك قلت ندير نعاود لا غوسيت معكم، وكانوا الناس بزاف طلبوهم لي في الانستغرام. المقادير تاع هاد لي كوكي ساهلين، ما فيهمش مقادير بزاف، كل بيت فيه هاد المقادير. عندنا 75 غرام تاع زيت، عندنا زوج حبات بيض، عندنا ساشي دو تخمره شيميك، عندي 200 غرام تاع سكر، 350 غرام تاع فارينة، عندي 125 تاع زبدة، عندي قرصة تاع ملح، لي بيبيت دو شوكولا، وعندي مغرف تاع قهوة تاع سريعة الذوبان. اللي ما عندهاش النسكافيه يقدر يدير قهوة اللي طايبين يشربوها، و 100 غرام تاع شوكولا. الشوكولا ذوبوها بجوج مغارف تاع الحليب وخلوها تقصح شوية، ومن بعد نفتوها على هذا الشكل. هذو هما المقادير تاعنا. نمروا للتحضير. هنا لا غوسيت كاين 75 غرام دو لويل، 125 غرام دو بور، 200 غرام دو سكر، اون بانسي دو سيل. لا جو في ميلانجي جوست افيك مي مون، انا نخلط بيديا قد لي يطرى لي بلا السكر. نزيد البيض بعد لي كنت خلطت الزبده مع الدهان مع السكر جيدا. هلا هذه الشوكولاته كنا ذوبناها وكسرناها هكا، درت النسكافيه، راجوتي لي كويير دو نسكافيه، كويير ا كافي جو راجوت لا فارين اي لا ليفور، ان ساشي دو لا ليفور شيميك. جو ميلونج تو دوسمون. درت العجينه بيدي باش كاين بزاف الناس اللي ما عندهمش لي غوبو في الدار، باش ماشي ما عندهاش غوبو ما تصنعش كاطو، ما عندناش الامكانيات في الدار نقدروا نصنعوا ان كاطو بيدينا. على بوك الناس كانت تصنع الكاطو بيديها، ما كانش عندهم كاع الامكانيات، وكانوا يفرحوا ولادهم يصنعوا الكوتي القهوه، الكوتي للقهوه تاع الحشيه. لا فارينا، نزيد الباقي تاع الفارينا ولا معجينه، ما نعجنهاش راني غير جوست راني نلم فيها. هاي العجينه للامانه سمحوا لي كنت نسيت في المقادير 150 غرام تاع مايزينا، اللي ما عندهاش مايزينا يكملها بفارينا. جي راجوتي 150 غرام دو مايزينا، جو فريمون ديزولي جي اوبليي. دونك لا بات اللي كانت غادي، انا البارح مين صنعتها صراحه للامانه ما وزنتش، درت هكا بيدي، جبت درت دي بيبيت هكا بشوكولا دخلتهم تري بيان، وحطيت السميتة عمر هكا درت. نتوما تقدروا توزنوا لا بوطو، داك نوزن لكم حبه نقول لكم ابري شحال وزنت لكم حبه. هذه راهي دي فيها 42 في 42 غرام. جي بيزي ما بات سي يا 42 يا 42 غرام، دونك نتوما ديروا كيما حبيتو. 42 سي لارجمون سا سوفي. لي ما عندهاش لي بيبيت تقدر دير اي حاجه، ولا شوكولا تنجمو ترابو شوكولا وتحطوها من الفوق. الناس اللي ما عندهمش لي بيبيت، مسخنا الفرن على 180 درجه يطيبوا 20 دقيقه مش اكثر من 20 دقيقه، ومن بعد نرجعوا نشوفوهم مع بعض ان شاء الله. هما لي كوكيز تاعنا طابو بعد 20 دقيقه، كيفيه سهله وبسيطه ومحبوبه عند الاطفال. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعطوني رايكم. ما تنسوش تدعموني باللايك وبالجيم، ونقولكم انتظروني في فيديو قريب. مع السلامة.